بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أتكلم عن موضوع وايد حلو وشيق ويلتمس كثير من الناس، اللي هو الأكل اللي يخفف من الأعصاب ويهدي الأعصاب. طبعا جميع أنواع الأكل بدون استثناء يهدي الأعصاب، لأنه يفرز هرمون الدوبامين، والدوبامين معروف أنه يريح الأعصاب. عشان كذي في وايد ناس عندهم سمنة عاطفية. شنو يعني؟ إذا ضاق لكم كلوا، إذا عصبوا كلوا، فهم يحسون أن إذا كلوا ارتاحوا. هي المشكلة أن هم يبون بس يفرزون الدوبامين. إنزين، شلون إحنا نحاول أن إحنا ما نسمن على بني أنا بس أبي أكل وبس؟ لا، في أكل معين يساعد أنه يفرز الدوبامين. طبعا غير أنه هو البروتين شيء أساسي أنه يرفع، اللي يرفع الدوبامين كان الدياي، اللحم، السمك، البيض، البقوليات، هذه كلهم من الأشياء الأساسية اللي ترفع أو إفراز الدوبامين. عندنا التايروسين، نوع من أنواع الأمينو أسيد، هم بروتين، نلقى معظمها في المكسرات، موجود بعد معانا في الموز وفي الأفوكادو، يرفع عندنا إفراز الدوبامين. فإذا في شخص ضايق خلقه، لو يحط له مثلا ألموند شوية، لوز شوية، بيضان، كم حبة يأكلها، تريح نفسيتها وتفرزها بطريقة سريعة. عندنا بعض الفيتامينات والمعادن اللي هم تأثر معنا بتهدئة الأعصاب، اللي هي المغنيسيوم، عندنا وايد يهدي الأعصاب، نلقاه بالسبانخ، نلقاه بالمكسرات، عندنا الكالسيوم، واحد من الأشياء اللي تهدي الأعصاب، فالحليب اللي حسيت روحي مضايق خلقكم كوب دافي. بس إذا شخص عنده مشاكل في القولون يفضل إنه ياخذ الحليب اللي هو اللاكتوز فري، عشان مو على بهدي أعصابي أهيج قولوني، لا، أخذ الحليب اللي يكون لاكتوز فري، بهالطريقة خفته مصدر عالي من الكالسيوم فيخفف عندنا ويهدي أعصابنا. هذا عن طريق الأكل. بس في شغلات أهم مهمة لازم تحطونها ببالكم، النوم الكافي مو النوم الزايد على اللزوم، المساج يريح الأعصاب. إذا أنتوا حاسين أنا والله اليوم عارف إن اليوم راح أتوتر، اليوم راح يكون دوامي طويل وعندي اجتماعات أساسية وعندي شيء مهم، يفضل يومكم توشونه بريوق يكون هاي بالبروتين، يعني توست مع بيض مثلا يكون فيه نسبة عالية من البروتين اللي ترفع عندي الدوبامين فيهدي أعصابي حق اليوم كله. مو تبلشون بس بكوفي القهوة وتحطوا لي كافيين، الكافيين ترى يعطيكم التركيز أكثر بس الأعصاب يزيدها عليكم. فأنتوا رفعتوا الكافيين عشان تصحصحون، بس أثرتوا على تركيزكم على تهدئة أعصابكم. فحاولوا دائما كثر ما تقدرون أن حق يوم عندكم حافل خففوا من القهوة شوية. ونقطة أختم فيها كلامي اللي هو السويتنرز. طلعت دراسات تقول السكر البديل يعطي إشارة يعني إشارة غلط حق المخ أنه يفرز دوبامين، يحس بالحالات باللسان وعباله بيفرز الدوبامين وما ينفرز لأنه ماكو شيء، ما يانا الجلوكوز، وهالشيء هذا يأثر مع الوقت أنه يخليكم عصبيين. فديروا بالكم وخففوا منه. ساعات الدش الدوانية وتلقى واحد من الشباب متكي على جنب، وكل يوم الدش الدوانية تلقاه على نفس الجنب متكي على هذا الجنب، وبالتالي هذه العادة اللي هي دائما يتكي على الجنب. أحيانا يسوق السيارة ونفس الشيء، نفس الإيد اللي يمسك فيها السكان نفس الشيء باستمرار يمسكها بمثل هذه الطريقة. هل هذا الأمر فيه خلل أو راح يؤدي إلى مشكلة في المستقبل؟ الإجابة نعم، ما في شيء إذا فقد توازنه راح يصير شيء عادي، إذا أي شيء فقد توازنه حتماً راح يكون هناك فيه مشكلة. فإذا دشيت الديوانية وشفت أحد الأخوة دائماً يتكئ على جنب واحد، هني مع هذا الاستمرار راح تشوف أنه يصير في عنده قصر في العضلات اللي هي يتكئ عليها في الغالب، أو أحياناً في الجهة الأخرى. راح نشوف الأكتاف، إذا صار هو يتكي على هذا الجنب والكتف مرتفع بمثل هذا الشكل، هذا الكتف لما يرفعه في عندنا عضلات مربوطة فيه،
هذه العضلات راح تكون على وضع القصر لفترة طويلة لأيام متتابعة، وبالتالي اللي راح ينتج عنه أن تصبح هذه العضلة قصيرة، فاللي راح يصير أنه راح ترفع الكتف بمثل هذا الشكل. شو اللي يصير عندنا؟ اللي يصير عندنا أنه ما في توازن عضلي، عضلة أقصر من الثانية وخاصة في الرقبة. اللي يصير أن هذا الإنسان إذا انحنى على التلفون أو على أعمال مكتبية عضلة أقصر من الثانية، فبالتالي من ينحني براسه العضلة القصيرة راح تشيل اللود قبل العضلة الكبيرة، ومع استمراره في مثل هذا الوضع راح يصير عنده ألم في جانب واحد في الرقبة وليس الجانبين. عشان كذي بعض الناس يقول إيش معنى يصير عندي ألم في مكان واحد ومو في المكانين؟ دامنا هذه العضلة تغطي الرقبة من الجانبين، ليش يصير عندي ألم في جانب واحد؟ في الغالب يصير عنده ألم في جانب واحد لما يكون مثل هذا الشخص يتكي على جنب لفترة طويلة، فتقصر العضلة في هذا الجانب أكثر من العضلة الثانية. وأحياناً بعض الناس إيش يصير معه؟ لما ينام يصير هناك في، إذا نام على جنب معين يقول أقعد الصبح ما عندي أي مشكلة، إذا نام على الجنب الآخر يقول أقعد الصبح وعندي آلام في الرقبة. السبب ببساطة يا جماعة أن إحنا غيرنا في أطوال العضلات وخلينا واحدة من العضلات تكون أقصر من الثانية بسبب القعدة الطويلة. طبعاً مثل هذا الإنسان إذا كان في الديوانية وقاعد بمثل هذا الشكل وتصير عنده الآلام راح يصير عنده ألمين، أحياناً يكون عنده ألم من العضلة، الألم الثاني لما يكون مغلوب بالجنجفة. فبالتالي بعض الناس راح يتولد عنده كثير من الآلام نتيجة مثل هذا الأمر. اللي نحتاج أن نسوي أن نذكر هذا الإنسان أنه هو يقعد عدل وبالتالي يتخلص من آلامه وما تشوفه إن شاء الله. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. موضوعنا عن كيفية شحن أنفسنا بالسعادة والاستمرار في العطاء في حياتنا اليومية، من الجانب العملي، من الجانب الأسري الاجتماعي، من جانب الصداقة برا بالخارج. في تقسيمة أنا أحبها جدا، هي 30-30-30. 30% يكون لحياتك الاجتماعية، 30% لحياتك العملية، و30% لحياتك الشخصية. يبقى 10% تحطها في الوقت في المكان اللي يحتاجها أكثر. لنفرض حاليا أنت عندك مشاغل كثيرة، في ضغوط على من الجانب العملي، تزيد 10% وتحطها في 30 مع 30 مالت الجانب العملي. هذه الطريقة تسوي توازن في حياتنا اليومية. وايد ناس يصير حياته اليومية على مدار الأسبوع فقط للجانب العملي وناس يمهمل جانب حياته الشخصية، أو ناس تركز على حياتهم الاجتماعية والأسرية وحياتهم العملية وناسين أنفسهم، أو الإنسان يكون في قمة الأنانية فقط مركز على ذاته ومخلي عمله ومخلي أسرته ومخلي كذي الحياة ماشية مثل ما هو يبي على مزاجه الشخصي. هذه الطرق كلها غلط. أحسن طريقة أن يكون الواحد متوازن. إذا نبي نحقق هذا التوازن لازم يكون عندنا أهداف وهوايات نقدر نمارسها. الناس الناجحين عندهم هواية، الهواية مؤشر على تصالح الإنسان مع نفسه، حب الإنسان لذاته. الهواية مو شيء نمارسه بشكل يومي، الهواية نمارسها فترات متقطعة بحيث أنه يصير عندنا شغف لممارسة هذه الهوايات. هذا واحد. رقم 2 عندنا الجانب العملي. كثر ما تشتغل بالنهاية أنت راح تحقق النجاح أو الحافز اللي أنت تسعى له في قدر معين. ما في داعي الواحد يطمع على حساب صحته النفسية، ما في واحد يطمع على حساب صحته الاجتماعية، لأن إذا صار خلل في الحياة الاجتماعية راح يأثر على حالتي النفسية، وإذا صار خلل في حالتي النفسية راح يأثر كذلك على حياتي العملية. فكل ما تنجح في دوامك أو في شغلك أو في تجارتك، كل ما تنجح بعد فترة زمنية معينة اخذ استراحة وراجع نفسك.
شنو أنا أحتاج من ناحية شخصيتي، شنو أنا أحتاج من ناحية رفاهيتي، شنو أحتاج من ناحية راحتي النفسية. أطلع للتأمل، مو عيب أن نطالع غروب الشمس. ترى في ناس تسافر وتقطع أميال، آلاف الأميال علشان مجرد يشوفون شروق الشمس أو غروب الشمس. القعدة على البحر، هذه الأشياء ما يسويها أي أحد، يسوونها الناس الناجحين بالفعل والمتوازنين. فإذا كنت أنت تبي تحقق هذا التوازن، لابد من إدخال الجوانب التأملية في حياتك. تأمل في أطفالك، أكبر العلماء سووا دراسات على أبنائهم عن طريق فقط التأمل، فتأمل في نمو أطفالك، شوف شلون كانوا وشوف شلون صاروا. طفل من خلال بعمر شهر ما يقدر يتحرك من مكانه، بعد 6 شهور أو 9 شهور بدأ يمشي أو بدأ يحبي على الأرض. تأمل هذه الأشياء علشان تعرف شلون تغيرات الحياة الخارجية والتغيرات البيولوجية في الإنسان وبالطبيعة شلون ممكن تساعد في تغيراتك النفسية كذلك. عندنا التأمل، عندنا الهوايات، عندنا المكافآت كذلك. أنت لما تنجح على مستوى معين لا تنطر المكافأة الخارجية، أنت كافئ نفسك بنفسك. لما تسوي إنجاز مو متعود أنك أنت تحققه، أو شيء تجد من وجهة نظرك الشخصية أن هذا شيء كبير، بعد ما تحقق هذا الشيء روح كافئ نفسك. ما يهم القيمة المادية للمكافأة اللي قاعد تكافئ نفسك فيها، المهم القيمة المعنوية، شيء تعلقه بمكان معين، ميدالية، قلم، أي شيء تحطه لما تشوفه تتذكر سبب وجود هذه المكافأة في حياتك اليومية. فهذا هذه الأشياء، هذه بعض الأشياء اللي تساعد في أن نكون متوازنين في حياتنا اليومية ونشحن أنفسنا في الطاقة للعطاء والاستمرار في الحياة. يعطيكم العافية.